احترام أجدد التحية بحضراتكم في وقفتنا الحوارية الأولى في حلقة اليوم من القاهرة، وموضوعها كما تابعنا في التقرير السابق 20 مليار دولار هي حجم الاستثمارات التي جذبها قطاع البترول خلال العامين الأخيرين. هذه الاستثمارات الأجنبية، حجم هذه الاستثمارات وأهمية دخول هذه الاستثمارات في قطاع البترول في مصر، وأيضا الآفاق القادمة لهذا المجال وهذا القطاع المهم من قطاعات الاقتصاد المصري. يسعدنا للحديث حول هذا الموضوع أن ينضم إلينا في هذه الوقفة الحوارية الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم، نائب رئيس غرفة البترول ورئيس جمعية مستثمري الغاز. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. دكتور محمد، بداية 20 مليار دولار حجم استثمارات في عامين، كيف ترى هذه القيمة بمقارنتها بالأعوام الماضية؟ أكيد حضرتك لما نقول إحنا الشركات الأجنبية ضخت 20 مليار دولار في سنتين، ده رقم مش سهل، رقم كبير، ورقم بينم عن إن الناس دي مش هتضحي وترمي 20 مليار إلا إذا كانت عارفة إن هي استثمارها ناجح ومجدي. وإحنا كمان هم لما بيضخوا الكلام ده نتيجته بتعود علينا إحنا كمان بالخير، وإن إحنا قدرنا نجذب هذه الاستثمارات. الاستثمارات دي معظمها الشركات المصرية اللي قامت زي بتروجيت وإني بالشغل داخل حقل زهر وإتوال ونورس في الشمال. احنا شركاتنا المصرية لها جزء كبير استفادت من هذه الاستثمارات، يعني عادت على شركاتنا اللي اشتغلت وتعاونت في تقديم الخدمات والتشغيل في مجال الحفر في حقل زهر والحقول التانية. يعني نقدر نقول ان مش بس استثماراتهم ان هم جابوا معدات وحطوها، لا، يعني جزء مهم جدا منها عاد على الشركات المصرية اللي الالاف العمال والمهندسين اللي اشتغلوا هناك، الخبرات اللي اكتسبوها زائد الفلوس اللي خدوها من هذه الاعمال معاهم، دي انضخت داخل مصر وعملت فائده اقتصاديه للشركات وللموظفين اللي فيها والخبرات اللي خدوها الثانيه. فمعنى ذلك ان حجم مش صغير، يعني لو قلنا ال 20 مليار دولت لو كل سنه 10 مليار في المتوسط، لو قسنا بقى احنا عندنا كمان جاي 3-4 سنين تانيين اللي هو بقيه استكمال الحاجات ديت، يبقى احنا بننظر ان احنا كمان عندنا 30 مليار جايين في الاستكشافات الجديده والحقول الجديده. فلما تضخ في مجال الخمس سنين 50 مليار دولار، رقم ضخم ورقم ينعش الاقتصاد المصري. طب دكتور محمد، يعني يمكن كلام يبعث على التفاؤل، ايه اللي اتحقق في قطاع البترول علشان يقدر يكون جاذب للاستثمارات بهذه الكثافة ان 50 مليار دولار يدخلوا في الاقتصاد خلال 5 سنوات مثلا؟ ايه اللي عمله قطاع البترول حتى يصبح جاذبا لهذه الاستثمارات؟ اولا هو قطاع البترول مهم جدا اللي بيدور جواه، ولكن في حاجة اهم اللي هو دعم القيادة السياسية لقطاع البترول. لان متخذ القرار لو ما كانش عنده دعم من القيادة السياسية ومتابعة مش هيقدر ينفذ. وبالتالي المهندس طارق الملا في دعم جامد جدا من القيادة السياسية، زائد ان هو راجل اكتف ومتحرك وعمل اعادة هيكلة لوزارة البترول كلها بالكامل. بدأ ينقي ويطور مع القيادات اللي موجودة معاه، وبيحاول لغايه النهارده ان هو يجدد فيها. كل شويه بنشوف تغيرات حصلت وفي قيادات جديده مسكت، لان هو بيلبي دعوه الرئيس ان هو ينهض بهذا القطاع بسرعه. والنهوض على كذا مستوى، اولا على ازاي يجتذب الاستثمارات بانه يؤهل المفاوضين اللي عنده في الوزاره ان هم يشتغلوا وين وين سيتويشن، بحيث ان الجانب الاجنبي يكسب واحنا نكسب عشان يقدر يجذب الناس دي. الترويج المهم والاستكشافات اللي موجوده عندنا، لما تم ترسيم الحدود في البحر المتوسط وتم ترسيم الحدود في البحر الاحمر، ده ادى راحه نفسيه للمستثمر اللي جاي
عشان يدفع فلوسه. مش هيحصل خلافات هذه الاكتشافات. اتنين، عمل مسح سيزمي، ده اكد ان فيه احتياطي موجود حوالي 200 تريليون في البحر المتوسط، واعتقد هيوصل لحوالي 100 تريليون تانيين في البحر الاحمر، زائد اللي جاي في الصحراء الغربيه كمان. فمعنى ذلك ان انت اهلتي المستثمر انه جاي على اطمئنان ان في احتياطيات لما هيرمي الاستثمارات بتاعته هيجني منها، وان هو في امان، وان الحاجات ديت محدده وبقوانين دوليه. نمره ثلاثه، اللي حصل مع حقل زهر والتكنولوجيا الحديثه في الاستكشاف، طريقه الحفر اللي جابت نتيجه كويسه مع حقل زهر، ووجود حقل زهر في حد ذاته بيدي تاكيد للاحتياطات الموجوده، تاكيد لان المنطقه غنيه بالغاز وبسرعه هيخلصوها، وان الشركات المصريه عندها ما يؤهلها ان هي تتعاون مع الشركات الاجنبيه في تنفيذ هذه المشاريع. ده كله بيدي تغيير القوانين، تغيير القوانين اللي في مصر اللي هو قانون تنظيم الغاز، انه يسمح بانك انت تشتري وتبيع وتخزن وتنقل. كل العمليات البروسيسنج اللي بتتم على الغاز اتغيرت وتعدلت وبقت مفتوحه، ما بقتش حكره للحكومه. ده بيساعد المستثمر ان هو يجي وهو مرتاح نفسيا ومطمن انه لما يرمي استثماراته هيعود عليه، وان المجال متاح له، وان القوانين في صالحه. فيبقى دور وزاره البترول بقياده الوزير طارق الملا ان هو يؤهل هذا الكلام، ويعد شركاته ويعد افراد بتوعه، ويغير في اتفاقياته وقوانينه اللي هو عملها دي كلها على اساس ان هو يعمل الجذب. ده ردا لكلام سعادتك. نعم. ازاي نعمل الجذب؟ هو ده اللي تم. اتعدلت، ما عادش زي الاول، وبالتالي اصبح المستثمر عنده الحافز انه يجي، وفي تنافس دلوقتي. في يعني كنت لسه هسال حضرتك. في تنافس بين الشركات، مين اللي يستحوذ بسرعه؟ لان دي فرصه جيده انك انت يكون عندك موارد وكيفيه ان انت تسوقها. هو ده مهم جدا، مش مهم ان يكون عندي موارد، مهم ان انا ازاي اسوقها واروجها، وازاي اخلي الناس تتكالب عليها. طب اسمح لينا دكتور محمد نذهب لمتابعة موجز لأهم أخبار الساعة مع الزميل أشرف عبد العاطي، ونعاود الحوار ونستكمل موضوع الوقفة الحوارية الأولى. ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم في وقفتنا الحوارية الأولى في حلقة اليوم من القاهرة، واسمحوا لي أجدد التحية بضيفي في هذه الوقفة الحوارية دكتور محمد سعد الدين إبراهيم، نائب رئيس غرفة البترول ورئيس جمعية مستثمري الغاز. بجدد التحية بحضرتك دكتور. أهلا بيك يا فندم. دكتور محمد، كنا نتحدث قبل موجز أخبار الساعة عن فكرة التنافسية، وكنت بسأل حضرتك أثناء الموجز إن احنا حقل زهر اكتشفته شركة إيني الإيطالية، والحديث عن حقول في الصحراء الغربية شركة إيني أيضا، أين التنافسية إذا؟ لا، ما هو احنا مش عندنا حقل زهر بس. إن فيه تم إسناد كذا كونسيشن ومناطق تانية، سواء في الصحراء الغربية، سواء في البحر الأحمر، سواء في البحر المتوسط. يعني عندك إيتول، وعندك نورس، عندك شمال الدلتا، دول انتجوا فعلا ودخلوا الانتاج. وفي شركات كتير زي شركات امريكيه تانية بتخش معاهم، بس انا مش عايز اقول اسماء. لا. وانما احنا بنتكلم ان في كذا شركه متعدده، مش شركة واحدة بس اللي بتشتغل. نعم، علشان الاسم لما يتردد لا يوحي ذلك بأن الأمر قاصر على شركة بعينها أو لا. دولة بعينها. هي هو شركة إيني عشان حقل زهر حقل متميز شوية. عشان كده، وهو كان أول حقل يجيب إنتاج كبير ضخم زي كده. إنما حقول تانية كتير بس بتشتغل مش زي حقل إيني بتاع زهر، لا، في شركات كتير قوي. وفي لسه تحت البروسيسنج، تحت الاستكشافات. طب دكتور محمد، يعني كنا برضو بنتحدث أثناء الموجز عن وجود اكتشافات، وإن مصر واعدة في الفترة القادمة باكتشافات جديدة في قطاع البترول والغاز. لكن يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه، الغاز والبترول أكيد كان موجود من قرون،
يعني لماذا الآن تحديدا يتم الكشف عن أن مصر لديها هذا المخزون الكبير من الغاز والبترول؟ هل جه فجأة؟ لا. ولا يعني اكتشفناها جت كده ازاي يعني؟ لا، سؤال جميل جدا وذكي. الإجابة بتاعته واضحة جدا. الغاز موجود تحت الأرض، البترول موجود تحت الأرض، بس مين الإدارة الذكية اللي تعرف تستغل الحاجة اللي عندها وتديرها إدارة صح؟ بمعنى يعني الخليج ما هو كان عنده البترول، كان عنده إدارة نجحت إن هي تجتذب زي ما قلنا في الأول شركات أجنبية تستثمر، بقى عندهم بترول ونجحوا إن هم يقووا اقتصادهم بقى كويسين. إحنا في ذلك الوقت الإدارة اللي عندنا ما كانتش من الذكاء إن هي تدير صح. كانت يعني متحفظة في التعامل مع الشركات ديت، ومعتمدة على إن هي أنا هشتغل بنفسي وأنا هعمل كل حاجة ودول مستعمرين. وبالتالي فضل الحال كما هو عليه. لما جت الإدارة الذكية اللي تقدر تستثمر مواردها صح، وغيرت في طريقة التعامل مع الشركات، وقلنا في الأول الحلقة لما عملوا وسائل الجذب للشركات الأجنبية ظهرت النتائج، وظهر البترول وظهر الغاز، ولسه هيظهر أكتر. طول ما أنت بتديري مواردك صح، مصر بلد غنية جدا بمواردها، بس محتاجة الإدارة الناجحة، الإدارة اللي تفهم كيفية التعامل. ومبدأ التعامل أساسا لازم في أي اقتصاد يقوم على زي ما قلت لك وين وين سيتويشن. أنا مش هستخدم طرفين كذا، ما افتكرش إن أنا ذكي وهضحك على الناس وأنا اللي هكسب وهم يخسروا. مفيش حد هيجي يخسر. بس الذكاء إن هو يكسب وأنا أكسب، وإحنا الاتنين نتعاون في إن إحنا نكسب كلنا، وناخد الـ 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 الخير اللي موجود عندنا. إحنا عندنا خير كتير جدا، مش بس الغاز. يعني انت شواطئ مصر كلها بالكامل، لو انا النهارده زي ما الرئيس بيعمل بعمل مدن وبعمل فنادق وبجري الناس الاجانب واقول له تعالى استثمر، تعالى انشئ الفندق بتاعك، وانا مش عايز منك حاجه، مش هتشتريش الارض، هديها لك حق انتفاع لفتره زمنيه واكسب وكسبني واخد نسبه. هو المستثمر ده لما هيجي يبني فندق ولا يبني مصنع هياخده ويمشي؟ مش هياخده ويمشي، هيشتغل. بس انت التخوف اللي كان موجود والاسلوب التحفظي اللي هو اكتر من اللازم، وان الدوله هتعمل كل حاجه، وان ده هو ده اللي اخرنا. طب لكن إيه؟ اطمنك ان احنا بالاتجاه الجديد مع القياده السياسيه الجديده هتلاقي خير جاي كتير قوي، لان هو عارف ازاي يجتذب المستثمر، عارف ازاي يبني البنيه التحتيه الاساسيه النهارده عشان ننجح عليها، عشان اجيب المستثمر وهو مطمن. لان النهارده لما يجي المستثمر ويقول لي، اقول له انت عايز غاز موجود، عندك كهرباء موجوده، عندك عماله موجوده، عندك طرق موجوده، عندك مواني موجوده، عندك مطارات موجوده، كل شيء متوفر لك انك تشتغل وتكسب وتكسبني، خلاص هيجي. لكن قبل كده ما كانش ينفع، لا كل البنيه التحتيه مش موجوده، وفي نفس الوقت انا بتعند معاه وبقول له اعمل لي وهات لي وشيل لي، يقول لك انا مش عايز اشتغل معاك. السلام عليكم. وده اللي كان بيحصل. طب فكره خروج كميات من البترول والغاز وإمكانية الدولة بالمعامل الموجودة للتعامل مع المنتج الجديد المتوقع خروجه، هل المعامل المصرية قادرة على استيعاب كل الكميات المتوقع خروجها؟ سؤال كويس برضو. احنا لما نيجي نفكر الغاز طبيعي حاجة والبترول حاجة. المعامل بتاعت البترول اللي عندنا، احنا عندنا معامل كتيرة وجيده جدا، وفي تحت الانشاء جاي، وفي في المراحل النهائيه موجوده. مراحل النهائيه للانتهاء يعني؟ لا، مراحل النهائيه للانتاج. اها. يعني مستورد الشركه اللي بتشوف مستورد دلوقتي معمل ضخم جدا اللي هو بتاع شركه القلعه، ده خلاص في النهايه النهارده في التجارب. وفي غيره بينشا، وعندنا ميدور، وعندنا معامل كتير بتاع الحكومه كتيره جدا. بس المشكله في ايه؟ ما كانش عندنا بترول، وبنستورد احنا بترول النهارده البترول الخام عشان نشغل هذه المعامل. بنستورد من العراق بترول عشان نكمل عندنا، وفي اتفاقيه بينه وبينهم، وبنستورد من السعوديه ومن اي مكان عشان نشغل المعامل. فمعنى ذلك ان انا عندي المعامل جاهزه للتشغيل، ومحتاجه النفط الخام، وممكن ناخد من ليبيا.
لما هيطلع عندنا البترول ما عندنا الادوات الجاهزه للتشغيل بحيث ان احنا نستغنى عن استيراد اي مشتقات بتروليه، بقى بالعكس ونبقى نصدر بعد كده. دي نمره واحد. نمره اتنين في الغاز. احنا عندنا في الغاز بقى مصانع الاساله موجوده وما بتشتغلش. بقى لها 5 سنين واقفه وكانوا رافعين علينا قضايا واحنا بنحاول نحلها النهارده عشان التعويض بتاعهم ان احنا نديهم الغاز واحنا مساهمين في الشركات دي. فاي كميه غاز هتطلع ممكن تسيل وتصدر. عندنا مصانع بتروكيميكالز. واحنا النهارده الشطاره بقى اللي الرئيس بيبحث فيه مع الشركات الصينيين والامريكان واليابانيين ان احنا ننشئ عندنا صناعه البتروكيميكال. لان النهارده احنا اقولها لك صراحه، انت عندك ميزه نسبيه. ميزه نسبيه ان انت متوفر عندك الغاز. والغاز طالما متوفر عندك يعني عندك افضليه عن المكان التاني اللي بيستورد الغاز وتشتغل بيه. لان في استيراد الغاز للمكان التاني هياخده من حاجه من بلد زي عندنا سايب 4 5 دولار المليون واحده. المليون واحده هيضطر يعمل لها اساله ب 4 دولار زيهم، ويضطر يعمل لها نقل ب 2 دولار وتغييس ثاني بدولار، يعني هيصرف له 8 دولار او 9 دولار فرق بين ده وبين ده. فهو لما يجي يقول لك طب انا اوفر ده واشتغل على الارض المصريه، ما دام عندهم الغاز متوفر يبقى ميزه نسبيه احط مصانع هنا، يبقى وفر في كل مليون واحده 7 8 دولار بدايه، فهو حقق مكسب في الاول. لازم نستغل هذه الميزه النسبيه اللي عندنا وندعو الشركات الكبرى اللي هي تيجي تنشئ مصانعها عندنا. اولا هم هيستفيدوا وانا هستفيد بان انا بدل ما اضطر ان اعمل اساله واعمل واصدر، طب ما انا اشغله عندي واعمل القيمه المضافه. والقيمه المضافه دي في حد ذاتها لازم نبقى فاهمين ان المصنع ده لما هيشتغل انا كنت بستورد المنتجات بتاعته من بره وبدفع فيها عمله صعبه، فهيبقى انتاج محلي. انتاج محلي ما مش 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 هستورده مش هستورده. نمره اتنين انه هيوفر لي عماله وخبرات ليا للناس اللي هيشتغلوا من عندي فيها، وهيضيف لي للاقتصاد بتاعي دخل، وان لما هتصدر الكلام ده هيبقى بيحسن ميزان المدفوعات بتاعي، بقى اصبح انت كبلد لك قيمه، وهذه القيمه بتعود على الجنيه المصري، لان طالما انا عليا طلب في منتجاتي يبقى انا الجنيه بتاعي المصري بيقوى. يعني زي الناس تقول لك ايه اصل الدولار بيطلع، الدولار ما بيطلعش، انت الجنيه بتاعك اللي كان ضعيف. فهنقويه ازاي؟ نقويه لما يبقى عندك اقتصاد قوي، يبقى الناس محتاجاك، يبقى عملتك لها قيمه. انما لو انت ما عندكش اقتصاد قوي ما حدش هيعبرك وما لكش قيمه، فجنيهك بينزل في الارض. نعم. وبالتالي نقول الدولار طلع. فجذب الاستثمارات النهارده في البتروكيميكالز عشان نستفيد بميزه الغاز اللي عندنا، ومش الغاز اللي عندنا بس، الغاز اللي عندنا وممكن احنا نشتغل تجار غاز. يعني ايه؟ لما بنقول احنا هنبقى مركز اقليمي، مركز اقليمي لتداول ايه هو تجاره الغاز؟ يعني ايه؟ انت مؤهل ان يكون عندك امكانيات تقدر تاخد الغاز وتصدره. يعني كل ان انا اجيب الغاز عندي انا في ايدي اجيبه، انا عندي خط الانابيب اللي موجود بتاعي اللي كان طالع، وعندي خط الانابيب اللي جوه البحر اللي هو 200 كيلو ممكن استخدم دولك، عندي المواني الجاهزه للاستقبال والتنقيه والتكرير، وعندي مصانع الاساله، وهيبقى عندي مصانع البتروكيميكالز. يعني انا مؤهل ان اخد كميات الجيران بتوعي اللي مش عارفين يتصرفوا فيها ومزنوقين فيها ما عندهمش وسائل ديت، اشغلها عندي، ولما اخدها اشغلها واتاجر بيها وابيعها. مش هاخدها اشغلها، يعني انا مش هاخدها استخدمها في ان انا انور البلد دي واشغل مصانع منها، لا، انا عندي اللي يشغل مصانعي وينور بلدي واصدر منه. ده بقى مور اند اباب، يعني اخد كميه تانية تجاره بقى اكسب منها، يعني اخد غازهم واصنعه وابيعه كانه خام، كانه خام واسيده، كانني معمل بجهز الحاجات دي واصدرها. نعم. يبقى دي قيمه اضافيه تانية مضافه. انا بس بقول الكلام ده ردا على بعض الناس يقول لك ايه احنا مش عايزين ناخد من اسرائيل غاز عشان هيتحكموا فينا، لا، ده انا عندي غازي دلوقتي وعندي اكتفاء وبصدر. يعني اللي ما بتعرفوش انا بصدر للاردن غاز النهارده. نعم. عشان الاتفاقيه اللي بينه وبينهم. فمعنى ذلك ان انا مش محتاج اخد غاز لشغلي، لكن اخده بقى اصنعه واتاجر فيه وابيعه واكسب. نعم. وابقى هنا عملت امن قومي. ليه؟ يعني عكس ما الناس بتقول، لما اسرائيل وقبرص يعتمدوا عليا في تصدير منتجاتهم يبقى هو يهمه ان البلد دي بقى فيها استقرار وان يمشي شغله، فيبقى انا امنت دي.
الناحية الثانية لما أنا أخد ده وأصدر للسوق الأوروبي، السوق الأوروبي في حد ذاته لما يعتمد عليا يهمه إنه يأمنني عشان يأمن المصدر ده، فيبقى الجانب اللي بيديني والجانب بياخد مني يهمهم إن ده يفضل مستمر وناجح. نعم. ده أمن قومي اللي أنا بنتكلم عليه، ده أمن قومي بقى، عكس ما الناس فاهمة ان انا لو خدت من اسرائيل مش امن قوم. انا بس بفسر النقطه دي. طب دكتور محمد، الحديث عن المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس والمشروعات البتروليه في هذه المنطقه، حدثنا عن هذا الملف واهميه هذه المنطقه تحديدا لهذا المجال. شيء جميل. المنطقه الاقتصاديه ما هو برضو ديت كان انا هرد بيها على بعض الناس اللي كانوا بيشككوا في قناه السويس. مفهوم الناس البسيط ان قناه السويس اللي كانوا بيتكلموا عليها ان هي حفرنا قناه، لا، اللي فاهم كده غلط. ده جزء من المشروع. نعم. اللي هو احفر قناه عشان اسهل المرور واسرع بيه واعدد منه، لكن المشروع قائم على ان انت تعمل جوانب القناه منطقه اقتصاديه تستغل مرور هذه السفن من عندك ومرور التجاره دي من عندك، وتبدا انت تدي الخدمات لهذه السفن، سواء تموين من البترول اللي انت هتديه لهم الوقود اللي بياخدوه، او ان انت تديهم خدمات في الصيانه وفي التشغيل وفي كل ما يتعلق باللوجيستيك، منطقه التخزين تخزن تاخد وتصلح وتعيد تصدير تاني. فانت هتبقى المنطقه ديت زي مثلا ما بنقول سنغافوره نجحت ليه؟ لان هي منطقه بيوصل لها كل حاجه وبتعيد توزيعها في جنوب شرق اسيا. نعم. وبتاخد من جنوب شرق اسيا وتعيد تصديره لاوروبا. فاحنا ليه ما نستغلش نفسنا بنفس الاسلوب؟ فاستغلال المنطقه الاقتصاديه هنا يقام بقى ندعي الشركات الثانيه تيجي تعمل المشروعات بتاعتها. المشروعات البتروكيميكال زي ما تعملها عندنا هنا يبقى سهل جدا ان انت تاخد المنتج وتصدره. وسهل جدا ان انت تجيب اي حاجه من بره وتعيد تصديرها. غير كده انت عندك قاره افريقيا كلها. وانت مرتبط معاها بمعاهدات. لما يبقى انت عندك مركز في شمال افريقيا فوق مؤهل وجاهز ان هو يستقبل كل حاجه من العالم الخارجي ويعيد تجهيزها وتوظيفها ويعيد تصديرها تاني لاوروبا، يعني مركز لوجيستيك ان انت تاخده تجميع وتوزيع في افريقيا، فده هيعود علينا بالخير سواء من التصدير او التصنيع او التشغيل. في نفس الوقت لما هعمل المنطقه دي كلها والناس دي تيجي تستثمر فيها، ما هو اللي هيشتغل فيها مصريين. نعم. وان يعني ومحتاجه خدمات، يعني المصانع دي محتاجه خدمات ومحتاجه يعني صناعات مساعده صغيره هتقوم عليها مصر هنا. يبقى انت وفرت كل حاجه انت عاوزها داخل بلد بتنتجها، استفدت من الايدي العامله اللي بتشتغل عندك، استفدت من الدخل اللي جاي لك، بقى لك ثقل على افريقيا ان السوق ده انت اللي بتغذيه، وبقى لك ثقل مع المستثمرين اللي جايين من الصين وجايين من جنوب شرق اسيا، لان انت بقيت مشارك معاهم. نعم. ومصلحتهم عندك. فبالتالي سياسيا بقى تستغل ده ان كل الدول الافريقيه معاك، كل دول شرق اسيا معاك، كل دول السوق الاوروبيه معاك، بقى لك قيمة، بقى لك كيان، بقى لك يعني عايز اقولها لك ازاي، احنا كنا ضايعين بصراحة، لان مالكش اهمية. طول ما انت عندك لك اهمية اقتصادية ومصالح مشتركة مع الناس ديت، يبقى انت لك قيمة سياسية وليك وضع. دكتور محمد، يمكن اجراءات تأمين للمناطق الجديدة والاكتشافات الجديدة اجراءات يمكن غير مسبوقة، يعني قوات موجودة لحماية حقل ظهر وغيره من الاكتشافات القادمة بإذن الله وعلى أرض مصر أيضا. ده كان موجود في الحسبان، والرئيس السيسي كان عامل حسابه على كده، لأن احنا عندنا تنافس مع تركيا ومع إسرائيل في المكان ده، وكنا المفروض هيبقى فيه منازعات وممكن يحصل، واحنا فيه دول وناس جماعات الشر زي ما الرئيس بيقول ما يهمهاش ان انت تبقى مستقر وعندك كذا كده. نعم. فكان لابد من ان انت توجد قوات البحريه اللي الرئيس جهزها والبواخر اللي جابها والغواصات اللي جت عشان تحمي استثماراتك وتؤكد للدول اللي بتستثمر عندك ان انت قادر على حمايه
وطنك وحماية استثماراتك. هذه الحماية جزء مهم، زائد اللي قلت لك عليه ان انت تضمن مصالح الاخرين معاك يأمنوك هم كمان، لان ما حدش هيسمح لحد ان هو يعتدي، لانه هيكون تهديد لمصالحهم. اهو بالظبط. يعني لما نقول مثلا في شركات استثمرت 20 مليار في سنتين، ما هو عايز يحافظ على 20 مليار اللي حطوه. نعم. بايه؟ انت عليك دور تجهز عسكريا، وهم دعم بقى سياسي ودعم عسكري ايضا موجود، بس ما ينفعش هم لوحدهم، لازم الاثنين مشتركين. نعم. فاحنا جهزنا الكلام ده، تامين استثماراتهم وتامين استثماراتنا، ده شيء مهم جدا، وكان القياده السياسيه واعيه للكلام ده وحطوه في الاعتبار. نعم. دكتور محمد، يمكن مؤتمر الشباب فرصه وملتقى للحديث في امور مختلفه بيطلع فيها الرئيس العالم، خصوصا في المنتدى الدولي بيكون فرصه لاطلاع العالم كله على الجديد وانفتاح مصر على الاخر. أهمية مثل هذا المؤتمر في توصيل رسالة ما إلى المستثمرين في قطاع البترول والغاز. بص حضرتك، المؤتمر ده مؤتمر جاي جدا، وكان من الذكاء أن الرئيس كان يقود هذا المؤتمر وموجود بنفسه، لأن دي رسالة زي ما قلت حضرتك من 145 دولة على مستوى العالم. اختلافات اللغة، اختلافات الديانة، اختلافات الجنس، الشكل، كل ده تواجد على أرض مصر في مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. الهدف منه إن دول هم العناصر الشبابية اللي موجودة في كل دولة، وجت لما تيجي وإحنا نحتضنهم ويبقى في تفاعل مباشر من الرئيس لهذه الجماعات مع ورش العمل اللي تمت، بيرجع كل واحد من دول بلده وهو عنده فكرة عن مصر وعن ايه اللي فيها ومستقبلها ايه وايه اللي احنا بنفكر فيه، وان مجال جيد للاستثمار، ويدحض اي كلام بيتقال غلط عن مصر. يعني تخيل ان ال 150 دولة دولت بشبابهم لما يجوا فعلا ويقعدوا ويلاقوا بلد متحضرة وقيادة سياسية ناجحة وتفكير عملي ومنطقي وتفاعلوا معاه، يرجع تاني بلده ما هوش واخد فكره بقى عن مصر ان هي الجمل والصحراء والناس اللي متخلفه والجماعات الارهابيه وكلام ده، لا. نعم. رساله السلام، انت جيت عشت في مصر على الاقل اسبوع وشفت بنفسك ان مفيش حاجه غلط، الحياه مستقره. يرجع السياسه الاعلاميه اللي ضدنا اللي بتروج حاجات غلط، هو بقى شاف بعينه. نعم. وتأكد بكده، يبقى الرسالة عنده مهمة جدا. الحاجة الثانية اللي قلت عليها ان التفاعل ده وان احنا نوضح الفرص الاستثمارية للناس، اكيد الشباب، مش الشباب بس، الشباب وفي مندوبين تانيين من الدول دي موجودة بيبحثوا مع ورش العمل، وانت بتشرح لهم ايه اللي عندك، فبيعمل جذب الاستثمار، لان الترويج لها مهم جدا. كل الاخبار كانت منقولة عن المؤتمر، بتتصدر الاخبار كلها. نعم. لان كل بلد من ديت بعد البعثه، والبعثه اللي عندها بتبعت لهم. تخيل مثلا، حتى كمان خلينا نتكلم بحاجه تانية، السوشيال ميديا. نعم. الناس دول اللي جم، لو كل مجموعه من دولت عنده كذا فولو وبيعمل بوستات بتاعته وبيتكلم طول ما هو هنا، بيبعت انا عملت وقابلنا وشفنا وده يدي لغيره غيره، دي وسيله انتشار سريعه جدا. نعم. ده انت استغلت السوشيال ميديا في صالحك، وان انت بعثتي للعالم كله بقى سيرتك موجوده في كل الناس، لان لو كل فرد من دول بيتبعوا 3-4000 و3-4000 بينقلوا ل 30-40000. نعم. يبقى انت انتشرت على مستوى العالم من خلال السوشيال ميديا، واستخدمتها استخدام الصح اللي احنا عايزين نعمله بقى، نستخدم السوشيال ميديا استخدام صح في صالحنا، بدل ما نقول نوقفها، لا، نقول نستخدمها صح، نستثمرها بدل ما نهدمها. انا بشكر حضرتك في نهايه هذا اللقاء الدكتور محمد سعد الدين ابراهيم، نائب رئيس غرفه البترول ورئيس جمعيه مستثمري الغاز، بشكر حضرتك على وجودك. اهلا بيك يا فندم، سعداء بيك. مشاهدينا، متواصلون معكم في وقفه حواريه ثانيه، ولكن بعد الفاصل.